السلام عليكم متابعين عالم عزة، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو السابق كما شفتوا معايا كنا توقفنا حد هنا، كنا كملنا هاد التثليثة اللي بدينا بها نصف طوق وسدينا هاد القوزة الصغيرة، وفي نفس الوقت ما احنا كان ماشين كنسدوا في هاد القوزة الكبيرة. كنا آخر حاجة درنا هي كنا هنا خدمنا في هاد الجهة، من هنا كنا خدمنا هنا 11 عامون. دابا غنطلع غنواصلوا الخدمة إن شاء الله. كيف ديما راحنا غنطلعوا بثلاثه السلسلات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه. غنقلب الخدمه، هاد اول دقه غنقزها، غنجي للدقه المواليه وغنخدم فوق هاد 11 عمود اللي عندنا هنا. كيف ما كتشوفوا هاد 11 عمود اللي عندنا هنا غنخدم فوق منها 11 عمود. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنا مني خدمت 11 عمود فوق من هاد 11 اللي كانوا عندنا، غنزيد جوج الأعمدة في الجنب هنا، هي 13، ها 12 وهالعمود ها 13. دابا غندير جوج سلسلات، هاد الدقة الأولى غنقزها، الثانية غنقزها، هنا في الثالثة غندير العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، والعمود الرابع، ربعة ديال الأعمدة. وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين عندنا هنا غنخدم فيه فقط جوج الأعمدة، ها واحد ها جوج. وغندوز لهاد الجهه المواليه حتى هي هنا، غنخدم هنا فقط ربعة الاعمده، ها هو غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع. هنا مني غادي نجيو تحسبوا الاعمده اللي كاينين هنا راه غتلقاو عندنا 10 الاعمده، نفس الاعمده اللي كاينين عندنا هنا. كانوا عندنا ثاني هنا 10، ثاني هنا ملي كنبغيو نسدو الكوزه كنحصلوا على 10 ديال الاعمده باش تجينا الكوزه مقاده، ما تجي لا عوج لا حتى شي حاجه. دابا غندير جوج سلسلات، ها واحد ها جوج، وغنجي لهاد الفراغ هنا غندير جوج الاعمده، ها واحد ها جوج، وغنخدم فوق من هاد 11 اللي عندنا هنا، غنخدم فوق من كل عمود عمود، يعني 11 زائد هاد الجوج هي 13. كيف ما هنا ثاني عندنا 13 عمود، انا غدا نخدمها ونرجع نوريكم السطر الموالي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت هاد 13 عمود غنطلع بثلاثه السلسلات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه. كيف ديما راه كنقلب الخدمه، هاد اول دقه كنقصها، غنجي لهاد الدقه المواليه وغنخدم ثاني فوق من هاد 13 عمود كامله اللي عندنا، غنخدم ثاني 13 عمود. ها نتوما هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خدمنا هنا 13 عمود غادي نجيو لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغنزيدو جوج الاعمده، هي 15 عمود اللي كتولي عندنا هنايا. كيف كتشوفوا هنا راه عندنا 15 عمود في هاد البديه تاع هنا ديال الكوزه. هنا عندنا راه كنخدمو هنا، راه ما حدنا وحنا كان غادي كنزيدو حتى كنحصلو على هاد المثلث اللي كيكون عندنا في الجنب. هانتوما كيف ما كتشوفوا حنا غاديين وحنا كنسدو في هاد الكوزه الكبيره، وفي نفس الوقت هنا راه كيتشكل لينا واحد نصف مثلث، او كيتشكل لينا مثلث هنا، وفي الجهه الاخرى ثاني كيتشكل لينا مثلث. دابا ملي حصلنا على 15 عمود غادي ندير جوج سلسلات، ها وحده ها جوج. هاد اول دقه كنقصها، الثانيه كنقصها، كنجي للثالثه وغنخدم فيها العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، هنا الخامس، والعمود السادس. هنا في هذه المرحله كنخدم هنا فقط سته الاعمده، كيف ثاني هنا كيف هذا السطر عندنا سته ديال الاعمده. دابا غندير جوج سلسلات وغنجي لهذا الفراغ اللي كاين هنا غنخدم فيه جوج الاعمده، ها واحد ها جوج، وغنخدم هاد 13 عمود اللي عندي هنا غنخدمها كامل اعمده، هاد 13 زائد هاد الجوج هي 15. كيف ما هنا عندنا 15 عمود، انا غنخدم هاد 13 عمود ونرجع نوريكم السطر الموالي. ها هي هنا بعد ما حصلنا هنا على 15 عمود، كيف ما هنا ثاني عندنا هنا عندنا 15 عمود، جوج سلسلات، سته الاعمده، جوج سلسلات، 15 عمود. نتوما كيف لاحظتوا راه كل سطر كنشرح ليكم العدد اللي كديروا فيه باش ملي كتكونوا تخدموا تجيكم الخدمه يعني تجي ساهله، ما تحتاجوش انكم تبقاو تعاودوا ترجعوا تشوفوا الفيديو. من بعد ما خدمنا هاد 15 عمود غنطلع بثلاثه السلسلات. كيف ديما راه غنقلب الخدمه،
هاد اول دقه غنقزها، غنجي للدقه المواليه وغنخدم هنا فوق من هاد ال 15 اللي عندنا هنا. كيف كنا قلنا عندنا هنا في هاد الجهه عندنا 15 عمود، دابا غنخدموا 15 فوق هاد ال 15، غنخدموا فوق من كل عمود عمود. انا غنخدم ونرجع نوريكم التتمه. ها هي هنا من بعد ما خدمنا 15 عمود فوق من هاد ال 15 اللي كانت عندنا، غنجيو لهنا هاد الفراغ وغنزيدو جوج الاعمده اخرين، ها 16 ها 17. هنا كيف شفتوا قلت لكم خدمنا 15 وزدنا جوج هنا في هاد الفراغ هي 17. دابا غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا هنا في الثالثه، غنخدم العمود الاول والعمود الثاني. ها نتوما كيف ما كتشوفوا حنا الكوزه كملناها، دابا سديناها. ها هي هنا كنا بديناها بجوج الاعمده، وهنا من الفوق حتى ملي بغينا نسدوها حصلنا على جوج الاعمده. غندير دابا جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، غندير جوج الاعمده وغنزيد عليهم هاد ال 15 اللي كاينين هنا، غنخدم 15 عمود فوق من ال 15 اللي كانت عندنا زائد هاد الجوج هي 17. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما هنا خدمت 17 عمود، درت جوج سلسلات جوج الاعمده جوج سلسلات حتى في هاد الجهه حصلت على 17 عمود. هادو كيف ما كتشوفوا ها هي الكوزه الصغيره ها هي تسدات، وحتى الكوزه الكبيره حنا سديناها. دابا غادي نطلع بثلاثه السلسلات وغنقلب الخدمه. هاد اول دقه كنقزوها، غنجيو لهاد الدقه المواليه وغنخدموا نبداو نخدموا فوق من هاد 17 اللي عندنا، غنخدموا 17 عمود. من بعد ما خدمت هاد 17 عمود الفوق من ديك 17 اللي كانت عندنا، هي هنا خدمنا 17 عمود، غنزيد دابا هنا جوج الاعمده هي 19 ها 18 ها 19. هي هنا كي كتشوفوا حصلنا هنا، غتحصلوا ملي غتحسبوا غتلقاو هاد 19 عمود اللي كاين عندنا هنا. دابا غادي ندير جوج سلسلات، ها وحده ها جوج، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غندير جوج الاعمده واحد ها جوج، وغنخدم فوق من هاد 17 اللي عندنا 17 عمود زائد هاد الجوج هي 19. هانتوما هنا من بعد ما خدمنا هاد 19 عمود، كتكون عندنا هنا 19 عمود في هاد الجهه وفي هاد الجهه 19 عمود، وفي الوسط ديالهم كتكون عندنا جوج سلسلات. هنا كيف كتشوفوا في الجلابه حنا كملنا هاد المرحله، ها هي حنا وصلنا هنا سدينا هاد الكوزه الكبيره نتوما كيف كتشوفوا، ها هي حنا هنا وصلنا هنا. دابا ملي كملنا السدان تاع هاد الكوزه الكبيره، دابا في السطر الموالي غنبداو نحلو هاد، نبداو نخدمو هاد الشكل. هو تا هو هنا كتكون فيه، هنا كتكون فيه واحد هنا تتليته هنا كبيره، وفي الوسط ديالها كاينه تتليته صغيره، وعاد باش هنا في الجناب كتكون غادا الخدمه بشكل عادي. هنا غنوريكم ان شاء الله الطريقه ديالها. من بعد ما حصلنا هنا كيف قلنا على 19 عمود، دابا غادا نخدم ثلاثه السلسلات، وحده جوج ثلاثه. كنقلب الخدمه، هاد اول دقه كنقزها، كنجي للدقه المواليه كندير العمود الثاني. كيف قلت لكم ديما دوك ثلاثه السلسلات اللي كنطلعوا بهم كنعتبروهم عمود، هما جوج الاعمده ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه ها سته ها سبعه ها ثمانيه ها تسعود ها عشرة ها حداش ها اتناش ها تلتاش ها ربعتاش ها خمستاش ها ستاش ها سبعتاش. هنا كنخدمو فقط 17 عمود. هنا كيف قلت لكم كانت عندنا 19، دابا فهاد السطر فقط غنخدمو 17 عمود، وجوج الاعمده غنخليوهم. ملي خدمنا هاد 17 غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، وغادي ندير جوج الاعمده ها واحد ها جوج. من بعد غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، وغنجي لهاد الثالثه وغنخدم ثاني العمود الاول الثاني
تالت، هنا أربعة، خمسة، حتى هنا غنخدم 17، خمسة، ستة، سبعة، ها تمنية، ها تسعود، ها عشرة، ها حداش، ها اتناش، ها تلطاش، ها ربعطاش، ها خمسطاش، ها ستاش، ها سبعطاش. هي خدمنا هنا 17 عمود، كيف الجهة الأخرى عندنا فيها 17 عمود. دابا غنطلع بثلاثة السلسلات، ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. غنقلب الخدمة، هاد أول دقة كنقزها، كنجي للدقة الموالية غنخدم العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اتناش، تلتاش، ربعطاش، خمسطاش. هنا في هاد السطر غنخدم فقط 15 عمود. كيف كتلاحظوا راه غنولي كل سطر غنقص فيه جوج. دابا هنا خدمت 17، هنا في هاد السطر خدمت 15. مني خدمت هنا 15 عمود غندير جوج سلسلات، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غنخدم جوج الاعمده، ها واحد، ها جوج، فوق من هاد الجوج اللي كاينين عندنا غنخدم جوج اخرين، هي ربعة، وغادا نزيد في هاد الفراغ اللي من كاين هنا غنزيد جوج الاعمده اخرين، هي ستة. ها هي كيف ما كتشوفوا هنا حصلت على ستة الاعمده. وغادا ندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا، الثانيه لا، هنا في الثالثه غنخدم، راه هنا باقيين عندي كاينين، غنخدم 15 عمود كيف هنا خدمت 15. انا هنا غنخدم ونرجع نوريكم السطر الموالي. اي هنا من بعد ما خدمت هاد 15 عمود غادي نطلع بثلاثه السلسلات، ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه. كنقلب الخدمه، هاد اول دقه غنقزها، غنجي للدقه المواليه غندير العمود الثاني، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعود، عشرة، حداش، اتناش، تلتاش. هنا فقط غنخدم 13 عمود، وغدا ندير جوج سلسلات، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غنخدم جوج الأعمدة، وغنخدم فوق من هاد السته اللي عندنا هنا غنخدم فوق من كل واحد عمود، زائد هاد الجوج اللي كاينين هنا هي 8. هي دابا هنا عندنا 3، ها 4، ها 5، ها 6، ها 7، ها 8، 8 الاعمده، وغنزيد جوج في الجنب هنا هي 10، ها 9، ها 10. من بعد غادي ندير جوج سلسلات، ها وحده، ها جوج، الدقه الاولى غنقزها، الثانيه غنقزها، في الثالثه غادي نخدم هنا، هنا غتبقى عندنا 13 عمود، غنخدم 13 كيف ما هاد الجهه هنا حصلت فيها على 13 عمود. ها نتوما هنا كيف ما كتشوفوا هنا خدمنا 13 عمود كيف ما في هاد الجهه خدمنا حتى هي فيها 13 عمود، ودرنا جوج سلسلات، وهنا في الوسط عندنا 10 الاعمده، ودرنا جوج سلسلات وحصلنا على 13 عمود. انا هنا باش ما يكونش الفيديو طويل غنوقف حد هنا، وان شاء الله في الفيديو الجاي نوصل معكم التتمه ديال الخدمه.
وفي الاخير كنتمنى انكم ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.